المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في أبو ظبي، وذلك لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء في مصر. وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن المحطة التي ستقام في منطقة عيون موسى التابعة لمحافظة جنوب سيناء ستتيح في المرحلة الأولى 1320 ميجاوات من الكهرباء، وذلك من خلال الاعتماد على الفحم النظيف الذي يطابق أعلى مواصفات البيئة العالمية، مؤكدا أن المحطة ستسهم في تلبية جزء من الطلب المتنامي على الكهرباء، كما أنها ستعزز من كفاءة وفعالية قطاع الطاقة. من جانبه أكد رجل الأعمال الإماراتي حسين جاسم النويس أن قراره بالاستثمار في السوق المصري يجسد ثقة القطاع الخاص الإماراتي في الاستثمار المصري. وأشاد النويس بمشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدا أنه سيلحق مصر بقطار التنمية العالمية ويعزز مفهوم التنمية الشاملة. الطاقة الكهربية باستخدام الفحم النظيف، وإحنا يمكن كنا قلنا أحد الاستراتيجيات الأساسية لوزارة الكهرباء هو تنوع أو تنويع مصادر الطاقة الأولية، سواء كانت غاز طبيعي أو مشتقات بترولية أو فحم نظيف أو طاقة جديدة متجددة أو الطاقة النووية. كل المجال ده إن شاء الله يكون مفتوح قدام مصر، بحيث أنها تقدر تعمل مزيج من الطاقة في نوع من الأمن والأمان للدولة في مجال الطاقة. فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء فرص نراها جيدة جدا، ونحن كشركة استثمارية ونقوم بدور مستثمر رئيسي في هذه المحطة بالتعاون مع شركات في هذا المجال عالمية. مصر في حاجة إلى طاقة واضحة، من خلال دراساتنا اللي قمنا بها هناك فجوة موجودة، وإحنا مستعدين أن نستثمر في هذا المجال. معالي الوزير والأخوة في الوزارة كانوا متعاونين جدا للوصول إلى مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها اليوم. الخطوات القادمة تكون إن شاء الله خطوات عملية.